لسه نازلين من كام دقيقة. انت متأكدة انه ده؟ بصي كويس ده. ايوه طبعا، زي ما انا متأكدة ان انا بكلم سيادتك دلوقتي، وساعات كان بيقول له يا محفوظ، وساعات تانية كان بيقول له يا ابو عبد الله. هو اللي ربطكم بالحبل ده؟ وكان هيفجر البيت بينا كلنا، لكن نزل وخد القنبلة ونصر كمان جوزي معاه. طب ما سمعتيش حاجة؟ ما سمعتيش رايحين فين؟ أي معلومة؟ أي معلومة؟ أيوة سمعتهم إن هم رايحين حلوان، لكن فين في حلوان؟ ما أعرفش. ثانية واحدة. يا كريم، نزلوا قبل ما نوصل بدقايق. بقولك ايه، خليك تحت راقب الدنيا كويس. ماشي ماشي، انا هبلغ مرتضى بيه، بس ركز انت. ماشي. حلوين حلوين باشا. قول لي انت لسه في دايره حلوان؟ اياك اسمعك بعد كده تدافع عنه او تقول لي في حقه كلمه تنصفه. اظن الحياه كده بانت زي الشمس وطلع امير. الامير ابو عبد الله المصري. بس هل الله تلحقه قبل ما يعمل مصيبه تانيه؟ ايه بتقول نزلوا معاه؟ ايه معاه؟ قنبله. سياده اللواء، سياده اللواء. الو. ايوه يا شاكر. ايوه سيادتك. ما تقلقش سيادتك، هنوصله. انا لسه مدي اوامري لشيرين انها تتتبع تليفون نصر. ايوه سيادتك. على انهي رقم يعني؟ على الرقم اللي احنا جبناه منه قبل كده. معاك قنبله يا شاكر؟ متاكد؟ قنبله. معاك قنبله؟ انت متأكدة انه هددكم بالقتل كده صراحة؟ ايوه، مش احنا وبس، ونصر كمان. ويا عالم زمانه عامل فيه ايه دلوقتي؟ ده نزل معاه وهو مرفعه كمان بالطبنجة. طبنجة؟ ايوه، طبنجة نصر جوزي. ماشي يا محفوظ، طبنجة. النقطة بتتحرك. واضح انه متجه لجنوب القاهرة دلوقتي حالا. دلوقتي هو بيخرج من المعادي ورايح ناحية حلوان. لسه بيتحرك. طيب اوكي، اول ما النقطة تثبت في حتة هقول. ماشي. لكن اللي هو ده المكان يا نصر؟ والله حسب ما وصفوا لي هو. والعربية دي تبعك؟ عربية ايه؟ وانا شايف حاجة في الليلة الكحلة اللي احنا فيها دي. ايه ده؟ في ايه؟ يا محفوظ، يا محفوظ يا اخي، بلاش الهزار السخيف اللي انت فيه ده. المفاتيح يا محفوظ، هروح ازاي بس؟ يا محفوظ بلاش الجهاد طويل ده بقى. يلا انزل يا نصر. انزل يا نصر. انزل. انزل. اروح فين؟ معايا يا نصر. تروح فين يعني؟ معايا. لا 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 لا، ابوس ايدك، انا جتتي مش خالصه. كفايه بقى الوعكه اللي انا موعوكه بينكم دي. يعني عايزني اسيبك لوحدك كده هنا واديك ظهري عشان تاني يا نصر؟ تاني؟ اقسم بالله العظيم يا محفوظ. من غير ما تحلف يا نصر، من غير ما تحلف. انا عايز منك خدمه غالي المره دي، وريت بقى ما تكسفنيش كل مره. خدمه ايه دي بقى ان شاء الله؟ وهكذا نستطيع التحرك من الآن. من الأفضل أن تنتظر حتى أول النهار، حتى تنال قسطا من الراحة. الوقت لن يسعفنا، من الممكن أن يعثر علينا الأمن في أي لحظة. لا تقلق، نحن هنا بعيدون عن أعينهم تماما. من؟ لست أدري،
أنا لا أنتظر أحدا. تأكدت من أن أحد لا يتبعك؟ أقسم لك على هذا. يا حذيفة! من؟ افتح. أستاذ نصر. أيوة زفت. ما فين أبو خليفة؟ أنت الذي أرسلتني له بال. يا راجل بقى الكلام فاضي وهرتلة. فين أبو خليفة؟ ما الذي جعلك تأتي بنفسك؟ أنا لا أفتحك يا أبو خليفة. أوعى تمد إيدك يا سلاح. ابعد ابعد. تعرف كويس أوي إن العيار بتاعي ما بيخيبش. أظن جاء الوقت المرة دي إن أنا أقول لك والله زبان يا أبو خليفة. تعقل يا أبو عبد الله، فأنت تلعب لعبة خاسرة. قلت لك إني حوصل لك يعني حوصل لك. أنت اللي لعبت وخسرت. وبمناسبة أبو عبد الله بقى، فين عبد الله؟ هددتني بالقتل أيضا. لكي تصل إلى عبد الله يجب أن تعبر فوق جثتي. أنا ما بهوش يا أبو خليفة. فين عبد الله؟ عبد الله! نصف في حسابي معك قبل أن أنصرف. حسابي ولا إيه؟ أنت لقد أفسدت لي أول مهمة في حياتي. أنت النقطة السوداء الوحيدة في تاريخي. يا رب دائما. كان يمكن أن أتخلص منك قبل أن تفيق، لكن للضرورة أحكام. وإيه ضرورياتي بقى بالنسبة لك؟ لا تراوغ يا أبا عبد الله! لا تراوغ، فأنت تعلم جيدا ما أريد. عايز الشفرة؟ نعم، الشفرة ستكون عودتي بها للإخوة نصر مبينا. نقطة بيضاء أمسح بها النقطة السوداء. انسى انسى. حتى لو تعرض عز مخلوق لديك لخطر جسيم. أمين. لا تخاف، ما تعملهاش. مش لأنك جبان لا سمح الله، لا. أنا عارف إن قلبك ميت، لكن مش هتقدر تقتل حفيدي الأمير أبو حفص السوري. مش هينساها لك.